مرتين. حوار كبير في وسط الميدان، وكرة اختيار للمنتخب الجابون، كرة لأوباميانغ، والهدف الأول للمنتخب الجابوني بيير أوباميانغ. غريبة وعجيبة، المنتخب التونسي يخسر كرة غير عادية في وسط الميدان، ومهاجم سان تيتيان الفرنسي بيير أوباميانغ يفتتح التسجيل للمنتخب الجابوني. ثالث أهداف مهاجم سان تيتيان في هذه النهائيات الإفريقية. شوف الهفوات الفردية في وسط الدفاع. الكرة الأولى بلال العيفة، المساحة متروكة لهذا اللاعب للتسديد. رامي الجريدي تفاجأ بهذه الكرة، اختار مكان والكرة في الوسط. فرحة الحارس ديدييه أوبونو.